أول خاصية عندي يا جماعة نوايا الدين. لو بجيب دي على دي إكس اللي هي إف واحد أوف إكس زائد أو ناقص إف اتنين أوف إكس. لو أنا بفاضل مجموع أو حاصل طرح 30 فيا ترى بقدر أوزع علامة التفاضل دي على الجمع والطرح؟ أقدر أوزعها. بجيب تفاضل الدالة الأولى زائد أو ناقص تفاضل الإيه؟ الدالة الثانية. يبقى أنا بقدر أوزع، يبقى علامة التفاضل توزع على الجمع والطرح. بقدر أوزع على طيب لو انا عندي بفاضل دي على دي اكس حاصل ضرب جذرتين اف واحد في اف اتنين، يا ترى بوزع علامه التفاضل؟ هل الكلام ده يساوي دي على دي اكس اف واحد اوف اكس في دي على دي اكس اف اتنين اوف اكس؟ هل الكلام ده صح؟ يبقى ايه؟ لا يوزع على الضرب. يبقى علامه التفاضل، علامه التفاضل لا توزع على الضرب. طيب لو انا عندي دي على دي اكس خارج اسم الدالتين اف واحد اوف اكس على اف اتنين اوف اكس، هل الكلام ده يساوي دي على دي اكس اف واحد اوف اكس على دي على دي اكس اف اتنين اوف اكس؟ هل بوزع على التفاضل كده؟ لا. يبقى لا بوزع على الاسم. دول اول ثلاث خواص مهمين بالنسبه لنا، ان علامه التفاضل اقدر اوزعها على الجمع والطرح، لو دالتين مجموعين او مفروضين من بعض بوزع علامه التفاضل، لكن لو دالتين مقربين في بعض ما اقدرش اوزع علامه التفاضل، او يساوي تفاضل الداله الاولى تفاضل الداله الثانيه، الكلام ده غلط. لو انا عندي خارج اسم الدالتين اف واحد على اف اثنين وعاوز اجيب التفاضل لهم، هل الكلام ده بيساوي تفاضل دالة البسط على تفاضل دالة المقام؟ قلنا الكلام ده غلط. طيب نخش في القوانين بقى يا جماعة. قوانين التفاضل. أول حاجة تفاضل حاصل ضرب دالتين. لو أنا بفاضل دي على دي اكس اف اوف اكس في جي اوف اكس، حد يقدر يقول لي حاصل تفاضل حاصل ضربهم يساوي ايه؟ اف داش في جي، تفاضل الاولى في الثانيه زائد دي تفاضل الثانيه في الاولى. سوى كده يا جماعه؟ ادي بقى ازاي اجيب تفاضل حاصل ضرب الاثنين. طيب تفاضل، طيب لو انا عندي ثلاث دوائر يا جماعه، طب لو انا عندي دي على دي اكس اف اوف اكس جي اوف اكس ار اوف اكس، لو انا عندي ثلاث دوائر كده عاوز اجيب تفاضلهم بيساوي ايه؟ التفاضل الاولى الثانيه والثالثه زائد التفاضل الثانيه الاولى والثالثه زائد التفاضل الثالثه الاولى والثالثه. طيب تفاضل خارج اسم الدالتين، لو انا بفاضل دي على دي اكس اف اوف اكس على جي اوف اكس، فاكرين تفاضل خارج اسم الدالتين بيساوي ايه؟ المقام ايه؟ المقام تربيعا. تفاضل البسط او مشتقة البسط اللي هي اف داش في جي ناقص مين؟ تفاضل المقام في مين؟ في البسط. ده تفاضل خارج اسم الدالتين. طيب دي على دي اكس اللي سي حاجه دي ثابت، تفاضل الثابت بيساوي ايه يا جماعه؟
d على dx x أس n حيث n ده ثابت. فقالوا x أس n يساوي ايه؟ n x أس n ناقص بنزل النص بطرح من النص. طيب لو انا بفاضل d على dx دالة f of x مرفوعة على أس مين؟ دي دالة هنزل ايه؟ واطرح من الأس ايه؟ واحد ناقص حاجة ده؟ في تفاضل الدالة دي صح؟ اللي هي f داش اوف ايه؟ f داش اوف x. طيب d على dx a أس f of x دي هي صورة الدالة دي يا جماعة؟ الدالة الأسية. تفاضل الدالة الأسية تلات حاجات. أول حاجة إيه؟ الدالة نفسها صح؟ في تفاضل مين؟ في تفاضل الأس في لين مين؟ في لين الأساس. يبقى الدالة نفسها تفاضل الأس لين مين؟ لين الأساس. طبعا الكلام ده لو كانت دي اي مثلا هيبقى لين اي واحد، يبقى لو كانت دي اي هيبقوا ايه؟ قيمتين اتنين بس مضروبين في بعض. طب لو انا عندي دي على دي اكس لين اف اوف اكس تفاضل دالة اللين اللي بيساوي ايه؟ تفاضل الدالة على الدالة. يبقى لين دي على دي اكس لين دالة f of x بنسميها واحد على الدالة في تفاضل ايه؟ في تفاضل الدالة. طب لو دي على dx log للأساس a دالة f of x نيجي نقول احنا كنا قلنا قبل كده في علاقة بين log وبين كنا قلنا ايه؟ قلنا ان log a لدالة f of x عبارة عن لين f of x على مين يا جماعة؟ على لين الـ a اللي عندي. تمام؟ فيبقى لما أنا جبت d على dx لدالة log a f of x بيساوي ايه؟ f داش of x على f of x يبقى زي لين اتنين ولكن هيزيد تحت عندي هنا ايه؟ لين الأساس. طيب لو أنا بجيب دي على دي إكس ساين دالة إف أوف إكس الكلام ده يساوي إيه؟ أول حاجة الساين دي نسبة مثلثية صح؟ والإف أوف إكس دي الزاوية. فاضل الأول النسبة المثلثية تفاضل الساين إيه؟ كوكوساين. تمام كده يا جماعة؟ كوفاين اف اوف اكس مضروبه في تفاضل مين؟ تفاضل الزاويه. تمام كده يبقى انا بفاضل النسبه الاول اهي وبعدين في تفاضل مين؟ تفاضل الزاويه بعد. دي القوانين المبدئيه اللي هتحكم عمليه التفاضل اللي عندنا لان بنلاقي اخطاء فادحه تجي له دالة بالشكل ده يلاقي يوزع علامة التفاضل على الرسم الأرقام أو دالتين مطلوبين يفضل دي لوحدها يفضل دي لوحدها ويضربوا في بعض. الحاجات البسيطة دي أحيانا رغم سهولة المسألة في حاجات بسيطة بتضيع. يبقى دي الخطوط العريضة اللي هتحكم عملية التفاضل. لو أنا قلت التفاضل 99% و1% 99% من علم التفاضل في جدولين قدامك انا حطيتهم معاهم 99% من علم التفاضل مبني على الجدولين اللي هم الدوال المثلثيه مثلثيه العكسيه الزائدين زائدين العكسيه. مفيش مسألة تفاضل مفيش فيها حاجة من الأربعة. ممكن تجمع حاجتين ثلاثة أربعة منهم لكن 99% من علم التفاضل هم دول أساس في علم التفاضل. أسماء
الدول التسريه، دول كثيره الحدود، دول الانتكاس، كل ده كلام فاضي. يعني هتفاضي فيه ايه؟ الشغل كله في الدوائر المثلثيه، المثلثيه العكسيه، الزائديه، الزائديه العكسيه. المشكله اللي بتقابل زملائك في السنين اللي قبل كده انه ما بيعرفش يحفظ الجدولين دول. واحد يقول لي الجدولين دول مهمين، اقول له لا. ازاي؟ 99% من علم التخرج مبني عليهم. بعد ما كملتش الجمله، هم في منتهى الاهميه. لان بعد كده هرجع اكررهم تاني، هدخلهم في التكامل، لما اجي اكمل هتبقى عقودنا في جدولين التوأم بتوع دول. اخواتهم في الرباعه، هكمل الطرفين. فالجدولين دول 99% من التفاضل و 99% من التكامل. لو ما عرفتش تفاضل دول ضعف في التفاضل، ما عرفتش تكملهم يبقى الحمد لله ايه؟ سيب التفاضل والتكامل للامتحان. انا كل ده بمهدك ان انت ما تستهترش بيه. انا درستهم وطلعتهم على حسابي، مش تبع الكليه دول تفتكر ان هم عقده. وبعدين حاجه غاليه دلوقتي زي ما انت عارف شوف ايه التلاوه ايه. أنا كنت عاملهم في الرخص، أنا ممكن لو جالي كنت سعر كويس أجيبها. طيب، قررت البلوزة سيادتك عاوز تبقى تصورهم من الموبايل، تخليهم الخلفية بتاعتك على الموبايل تصطنع بيها وكل ما فيها مكان مقصود. عاوز تعملها بدل من تفضل حاجة وبيعز عليك، يعني بص اعملهم أي حاجة. عاوز تربحهم وتحطهم قدامك كده على الفيفا وأنت بتذاكر، اقراهم كتير. على قد ما تقدر عشان تتعود عليه. احنا حطيناها بطريقه تعالوا شوف احنا نذاكر الجدول ده ازاي. تعالوا شوف نحفظ التفاضلات دي ازاي يا جماعه. بصوا كده انا هكتب لك الداله على الشمال اهي وتفاضلها. تفاضل الصين وزي كلكم عارفين. تمام؟ الصين بتبتدي بحرف الاس صح؟ تلاقي التفاضل بتاعها 10 طول الجنس. تلاقي اللي بيبتدي بحرف السي في اشاره سالبه، اللي بيبتدي بحرف السي تلاقي في اشاره سالبه، اللي بيبتدي بحرف السي دايما التفاضل بتاعه في اشاره سالبه، يبقى احنا هنمال دلوقتي في الدوائر المثلثيه تفاضل الساين والكوزاين، تفاضل الكوزاين بقى مش الساين ايه؟ عشان بتبتدي بحرف السي، تفاضل التام ايه؟ سيب ترجيع. طيب تفاضل الكوتان بسان وسيب ترجيع. تفاضل السك بسك تاني، تفاضل الكوسك بسك وسك تاني، يعني الفرق هي الإشارة سالبة يا جماعة مع كل الدوائر اللي بتبتدي بحرف السي لازم يكون في إشارة سالبة، طب ده كويس أوي. دول كده أنت بتحفظهم ثلاث أربع دقايق. نخش بقى على الدوائر المثلثية العكسية. أنت الحقيقة إن هم ستة، أنت هتحفظ ثلاثة بس. هنعرف تحفظ ثلاثة بس. تفاضل ساي ماينس 1 اكس يساوي 1 على جذر 1 ناقص 2 اكس تاني. كلكم شايفين يا جماعه ده؟ مش شايفين؟ طب كده؟ طيب تفاضل ساي ماينس 1 1 على جذر 1 ناقص اكس تاني. طب بص كده تفاضل كوزاين ماينس 1 انا مش هقول حاجه انت اللي اتعلم. ما انتش ملاحظ ان هي ساي ماينس 1 بس ضربها سالب 1؟ مش ملاحظ ان الكوزاين ماينس 1 هي نفسها ساين التفاضل بتاع ساين ماينس 1 ولكن ضربت مين؟ طيب نيجي على تان ماينس 1 تفاضل تان ماينس 1 1 على 1 زائد اكس تربيع سهل. بص بقى هو تان ماينس 1 راح ضرب تان ماينس 1 في سالب 1 كويس قوي. نيجي للسك ماينس 1 1 على اكس خلي بالك شوف تحت الجذر اكس اكس تربيع على طول في الاول. اكس سك 1 على اكس جذر اكس تربيع ناقص 1. فتوقع ان كوسيك ماينس 1 ايه؟ هي نفسها سيك ماينس 1 بس راح اضربها سالب 1. سهله كده يا جماعه؟ يبقى انا هحفظ ساي ماينس 1 تام ماينس 1 سيك ماينس 1 والثلاثه اللي بقيت تضرب في ايه؟ في سالب 1. دي الدوائر المثلثيه والمثلثيه العكسيه. هتاخد معاك يعني ثانية كده مفهومة يعني مش هتاخد معاك وقت كتير يعني. نيجي للدوائر الزائدية والزائدية العكسية. بص يا سيدي.
الثلاثة الأولانيين شايل كوشايل وتاج، التفاضل بتاعهم بشرطه إيه؟ موجب، صح؟ بص على الكوتاج وعلى السش وعلى الكوسش، التفاضل بشرطه إيه؟ أول ثلاثة، إحنا هنحفظ كده بالمفاضل، أنت لازم تقعد تربطهم ببعض عشان تعرف تحفظ. يبقى التفاضل الشايل كوشايل، تفاضل الكوشايل شايل، تفاضل التاج سش تربيع. سش تربيع. خدتوا على النطق ولا لسه؟ طيب شايل كوشايل، كوشايل شايل، تاج سش تربيع. انت اسمع افلام صيني كتير هتلاقي اسم الاش اش في افلام الصين، والهندي لا مفيش اش. طيب عرفنا اول ثلاثه التفاضل بتاعهم في شرطه ايه؟ موجب. نخش على التاج، على ايه؟ على التاج. التاج قلنا سيش تربيع، الكوتاج سالب كوسيش تربيع، السيش سالب سيش تاج، الكوسيش سالب كوسيش كوتاج. يبقى الثلاثه الاولانيين موجبين، ثلاثة اللي تحت سالبين. وخلي بالك انت تقدر تقارن بين الزوايا الزائدية ومن الثلاثية، يعني هناك كانت كوشاي كانت كوزاين بسالب ساين، لا هنا كوشاي بشاين. التاج كانت بسيك تربيع صح؟ التاج مفيش تربيع، ممكن تعمل مقارنة بينهم يعني. طيب نيجي على الكوارث الزائدية العكسية. شاين ماينس 1، تفاضل شاين ماينس 1. هناك كانت ساين ماينس 1 كانت الاشاره دي سالبه صح؟ بص كده على ساين ماينس 1 هتلاقي الاشاره دي كانت سالبه. لا الشاين ماينس 1 بقت موجبه، هي نفس الصوره بس الاشاره دي بقت ايه؟ بقت سالبه. طيب كوشاين ماينس 1 جاب الاكس تربيع في الاول وادى اشاره سالبه. يبقى كوشاين ماينس 1 بقت 1 على جذر الاكس تربيع ناقص 1. التاج ماينس 1 هناك التاج ماينس 1 كانت 1 على 1 زائد اكس تربيع. هنا بقت واحد على واحد ناقص اكس تاني. بص للكوتانج ماينس 1 حاجه جميله، بص لدي ودي كده، ايه الفرق بينهم؟ درجه سالب فوق ودرجه سالب تحت، الله ده هي نفسها. ما انت لما تضرب سالب واحد فوق سالب واحد تحت مع بعض، يعني تقدر تقول ان التانش ماينس 1 هي نفسها الكوتانج ماينس 1، مفيش داعي انك انت تقول يعني هما الاثنين نفس التفاضل عندك، هو ضرب في سالب واحد فوق وسالب واحد تحت. يبقى تفاضل التانش ماينس 1 يا جماعه هي نفسها الكوتانش ماينس 1. لا مش سالب، سالب واحد فوق وتحت. ايه هي؟ ضرب هنا سالب صح؟ وضرب في سالب راح قال الاثنين، بتاعت الاكس تربيع اشارتها مجرد واحد فرق. يبقى ضرب في سالب واحد فوق وتحت. ما عملش حاجه. السيش ماينس 1 خد بالك بقى سالب 1 اكس جذر 1 ناقص اكس تربيع. الصوره اللي تحت الجذر دي في السيك ماينس 1 كانت اكس تربيع ناقص 1. لازم تقارن بينهم عشان ما تتلخبطش، لان بتلاقي يعني طبعا ايه بعيد عنك الكوارث يعني. السيش ماينس 1 وهو مش فاكر سيش ماينس 1 وهو بينقلها ما يجيبهاش سيش ماينس 1، بينقلها سيك ماينس 1 في فورم عبد الله وفي كده عبد الله وبينقلها على اساس هو بيظبطها على حاجه. طيب يبقى سيش ماينس 1 سالب 1 على اكس جذر 1 ناقص اكس تربيع. الكوسيش ماينس 1 دي هي نفسها السيش ماينس 1 بس اشاره الاكس تربيع بقت ايه؟ بقت موجبه. حاول تصور الجدول ده لهندول وخليه معاك، اقعد بص فيه كتير. تقريبا مش هتعرف تفهم مساله تفاضل، بص في الامتحانات اللي قبل كده من غير ما تكون حافظ الجدولين دول. خلاص كده؟ الواحد في المية ثواني بقى ايه؟ باقي ثواني. اللي هي ايه؟ اللوغاريتمية، اللينة، الأسية، دالة الباور. الواحد في المية بقية الثواني السهلة، لكن ال 99 هم الأندرتيكر وجونسي. اللي عارف الشغل كله. مش هيبقى
ما تخش التفاضل وتقدر تكون حاطط ما فيش اي حاجه. طيب هنشوف مسائل وهخلي الجدول بفرضه اروح من الاحتياج عشان ابقى الشاشه. بص كده الجذر الرابع المصايم وهي مصوره
تفضل في قشير جيب الجدول. في قشير من الاخوان. فين القشير؟ اكس تربيع ايه؟ ماينس ايه؟ طيب المسألة زي كده هتتحرك ازاي من غير الجدول؟ سؤال يعني. هيحل أول واحدة كده. أنا ممكن في الامتحان ده أجيب لك دي سايد أو تاني يعني نقدر عليه شوية. يقول إيه؟ أربعة إيه؟ لو أربعة ده أربعة هيبقى كله ضرب ضرب مفيش نيمة كده مفيش حاجة كده بره يعني. طيب قال لك الشكل ده ان ساي ماينس ساي ودي الزاويه بتاعتها صح؟ طيب حد يقول لي كده دي على دي اكس بتساوي ايه؟ دي واي على دي اكس. هو ساي ماينس ساي دي بيبقى واحد على جذر ايه؟ واحد ناقص صح كده يا جماعه؟ واحد. طيب انت كده فضلت الساي ماينس ساي لسه ازاي؟ طب برضه دي تديني ايه؟ واحد زي ايه؟ واحد على 2 قلت ايه يا جماعه؟ دي كويس. سهله كده يا جماعه؟ طب دي داله ايه؟ داله ايه؟ نفسها اهو يبقى دي واي على دي اكس بتساوي كوساين ماينس 1. أول حاجة بتكتب الدالة في تفاضل مين يا جماعة؟ تفاضل الأس ده فيها كوساين ماينس 1 وإليها زاوية شايب تفاضل مين؟ الأول الكوساين ماينس 1 اللي هي إيه؟ سالب 1 على جذر 1 ناقص شايب إكس الكل إيه يا جماعة؟ كده أنت فاضلت مين؟ الكوساين ماينس 1 اللي هي زي الساين ماينس 1 بس مكتوبة في سالب 1 صح كده؟ كده كويس ولا لسه في حاجة؟ في مين؟ تفاضل الشايب ايه؟ وشايب لسه في حاجة؟ لا لسه راجع سنتك وضميرك ضميرك مستريح ليه ليه طيب الجدول ده مهم ولا مش مهم؟ شفت ده؟ أعلاك أعلاك السقف بعد كده. ممكن حد وتاخده معاكم ده ماشي. هسيبه لكم المحاضرة كل محاضرة تبص عليه. أنا خايف أسيبه للمحاضرة الجاية ما تقابلوش. كان حد ينظر عليه. طيب بص يا سيدي. الدالة الأساسية عندي هي مين؟ الدالة الأساسية مين؟ كوساين ماينس 1 جواها مين؟ وجوا الساين ماينس 1 مين؟ وجوا التاني مين؟ في حد جوا لسه؟ شفت برد وبرد وبرد يا عم شفت؟ ينفع ادخل على اللي جوا ده بدون ما افتح ده؟ وبعدين افتح مين؟ وبعدين هو التفاضل كده عمال تفتح كوبايات وده بلاقي فساد. طيب بص هنعمل ايه؟ اول حاجه هفاضل مين؟ وشاي ماينس 1 هفاضلها بيساوي ايه؟ ها واحد على ايه؟ من اصاين ماينس 1 تان اكس تربيع لكل تربيع ناقص مين؟ مش دي اول حاجه؟ ده كده فاضلت مين؟ خش على اللي بعدها تفاضل ساين ماينس 1 واحد على جذر واحد ناقص تان اكس تربيع الكل وصلت ولا لسه؟ تفاضل مين؟ التان بايه؟ بسيك تربيع مين؟ اكس وصلت ولا لسه؟ في مين؟ وصلت ولا لسه؟ سالب واضحة كده يا جماعة؟
انا اصلا مساله كفر جواها ايه؟ وجوا الصايم والنصران ايه؟ حكمتان. فبتبقى اذا دي وار على دي اكس تساوي. انا عاوزك اول حاجه تكتبها كده اهو عشان ما تنساش. واحد على الايه؟ اتنين. لان دايما هتنسى الايه؟ الاتنين دي. طيب هيبقى تفاضل الداله على الداله، صح كده يا جماعه؟ الداله اللي تحت دي تبقى ايه؟ صايد ماينس 1 وتاني مش هو اف داش اوف اكس على اف اوف اكس؟ الداله هي موجوده اف داش بقى. طب اف داش دي كذا حاجه، اول حاجه هتفاضل مين؟ هتفاضل صايد ماينس 1 بايه؟ صح كده؟ فاضلت ليه كده؟ صايد ماينس 1 تخش تفاضل مين بعدين؟ تفاضل مين؟ الكوتان تفاضلها ايه؟ سالب كوسيك تربيع. في حاجه تاني؟ ولا ايه؟ اللي انت عارفين التفاضل جميل. ايه؟ تاني؟ تاني يا جماعه. دالة اللوج دي زي دالة اللوج. تفاضل دالة اللوج، تفاضل الدالة على الثاني. بس اللي بيفرق انك تحت تكون ضربت ليه من الاساس اللي عندك. يبقى دالة اللوج خدها قاعده ايا كان الاساس هي دالة ايه؟ يعني تفاضل الدالة على دالة. وتحت مضروب في الدالة ليه من الأساس. ليه من الأساس أنا يبقى كده دالته بره؟ يبقى فاضل عندي واحد على الدالة في تفاضل الدالة. الدالة اللي هي ايه؟ دي كلها ساي ماينس 1 وتالت اكس اهي ساي ماينس 1. مين الفاضل ده؟ هتفاضل مين؟ اللي بره ايه؟ ساي ماينس 1. يبقى واحد على واحد ناقص الدالة تمام. طيب دي صورة الصايم على الصايم. فاضل مين؟ الكوتان. تفاضل الكوتان ايه؟ ثابت. كنت ممكن اجيب لك دي جذر اكس. كنت لسه فاضل مين؟ جذر اكس. طبعا موضوع مثالي. انا اصلا مستمتع حاسس ان انا اسأل ليه بصوبة. حاسس ان انت عملت اسأل ليه؟ مفيش حاجة صعبة. اخر حاجة عاوز اقولها اكس في لوك مش
عارف اثنين اثنين اكس، حاجه مش كده، زائد كسر الشهيرة في كذا حد مضمومين في البسط على كذا حد في المقام، بتلاقي الشكل ده مشهور قوي في الامتحانات، ان انا الاقي كسر كبير كده او تحت الجذر كمان كده العقد مضمومه شويه، او ممكن تلاقي كسر كبير بقى مش عارف اكس وشاي ماينس 1 اكس. على اكس ناقص واحد مش عارف تغيير على ساين ناقص واحد كاتب الاكس على يعني تلاقي تسير الحدود كده فيها دوال فوق مضروبه ببعض على دوال في المقام مضروبه ببعض، بتلاقي شكل الكسر كده كبير فاضل بآخر الليل، بفكر وأكيد آخد ليل قبل ما فاضل في حالتين، لو دالة متغير بس متغير أو دالة كسرية البسط مجموع الحدود مضروبة ببعض والمقام مجموع الحدود مضروبة ببعض. طيب بنتعامل معاها إزاي؟ بص يا سيدي، نعم في دي 2 إكس بنتعامل ازاي؟ بص كده y بتساوي x، بص فاضل الداله دي راح يقول لي دي داله اسيه صح؟ x اس x ليها فاضلها داله تفاضل البسط غير الاسيه صح؟ لا غلط، دي مش داله اسيه دي كده مضي اسمها داله متغير اس متغير. امال الداله الاسيه انا اديتك فرصه الداله الاسيه اصلا هي مين؟ حيث ان ايه دي ايه؟ ثابت مش متغير. طيب يبقى انا لازم اخد ليه للطرفين الاول، يبقى اخذ ليه؟ للطرفين. تعالى كده يبقى لين واي بتساوي لين اكس اس مين؟ مش من خواص اللين اللي ينزل اكس لين اكس، مش ده ينزل قدام اللين كده؟ طيب فاضل الطرفين كده تفاضل لين واي ليه؟ واحد على الداله في تفاضل مين؟ تفاضل الداله، يعني تفاضل واي بالنسبه لاكس واي داش، تفاضل اكس بالنسبه لنفسها واحد. يبقى تفاضل ليه كمان بالنسبة لـ x و y داش على مين؟ على y مساوي. دي أفاضلها إزاي؟ حسب ضرب. حسب ضرب؟ الله ينور عليك. تفاضل الأولى دي بواحد يبقى لين x زائد x، تفاضل لين x بإيه؟ واحد على x يبقى بتساوي لين x زائد مين؟ لكن أنا عاوز دي في طرف اللي هي الـ y داش، لازم يبقى y داش بتساوي y في اكس زائد مين؟ الواي بتساوي ايه اصلا؟ يبقى بتساوي اكس اس اكس لين اكس زائد مين؟ دي اللي هي دي واي على مين يا جماعه؟ سهله ولا صعبه؟ سهله. تاني يا جماعه، اول ما هي الداله المتغير اس متغير، اوعى تفتكرها داله اسيه، الداله تفاضل الاس لين الاساس خالص. لازم اخد ليه؟ دي دي اسمها دالة متغير أس متغير، لازم تاخد ليل للطرفين الأول مش هتعرف تفضل. خدت ليل هنا وليل هنا، يبقى ليل واي تساوي ليل اكس أس اكس، من خواص اللوغاريتمات الاكس اللي بتنزل هنا تبقى اكس ليل اكس صح؟ مش احنا ادينا قلنا ان ليل اي أس بي بتساوي بي ليل اي، قلنا الكلام ده من خواص اللوغاريتمات. طيب فاضل بقى الطرفين، أفاضل لين واي تفاضل لين واحد على الدالة في تفاضل لين،
تفاضل ايه؟ تفاضل حاصل ضرب ايه؟ دالتين. التفاضل الاولى ده بواحد. في اكس زائد اكس في التفاضل بين اكس بواحد على اكس، اكس بتروح مع اكس بتديك واحد. لكن انا عاوز واي داش، هضرب الطرفين في مين؟ في واي. يبقى واي داش تساوي واي في الكلام في اكس زائد واحد. لكن دي اصلا مش هي عباره عن اكس اس اكس، هشيلها واحط ايه؟ يبقى الطرف اليمين كله بقى دالت مين؟ دالت اكس. طيب لو مثلا شفنا ساين اس كام؟ ايه رايك؟ واي بتساوي ساين اكس اس مين؟ اس تان اكس. لازم اعمل ايه الاول يا جماعه؟ ناخذ لين الطرفين اولا. يبقى اولا لازم ناخد لين الطرفين، يبقى لين واي بتساوي لين ساين اس مين؟ من خواص اللوغاريتمات تبقى ايه؟ تان في مين؟ في لين، صح كده؟ طيب عاوز افاضل الطرفين، ده يتفاضل ازاي؟ دول يتفاضلوا ازاي؟ حسب ضرب دالتين. تفاضل مين واي دالتين؟ واي داش على مين؟ واي داش على واي. فاضل كده، تفاضل التام بايه؟ عرفتوا اهميه الجدول طبعا. سك ايه؟ سك تربيع في ليه مين؟ زائد تان اكس تفاضل ليه ساين اكس ايه؟ واحد على ايه؟ واحد على الساين، فتفاضل الساين بايه؟ كوساين. طيب دي معادلة تساوي واحد، معايا ولا لا؟ مش التان دي ساين على كوساين؟ اختصر يفضل هنا ايه؟ يبقى واي داش على واي تساوي سك تربيع اكس لين ساين اكس زائد ايه؟ لكن انا عاوز دي بوحدها ليه؟ يبقى اذا دي واي على دي اكس بتساوي واي افتح قوس سك تربيع اكس لين ساين اكس زائد واحد. دي انت اصلا عباره عن مين اس مين؟ مش دي ساين اس تان؟ في مين؟ ادي الواي دي سهله دي، اخذ اللي ده سهل. طيب لو انا شفت داله تسريجه دي مسألة لازم امتحانها كده كده ساين اكس سيش اكس كله نص 4
صح كده؟ فاكرين ليه الداله التسريه ليه ايه على ليه يساوي ايه؟ ليه ايه على ليه؟ عشان يساوي ليه ايه؟ مقسمين دي؟ طيب وليه ايه في بي يساوي ايه؟ تمام كده يا جماعه؟ طيب يبقى الكلام ده لين واي واحد على سبعه افتح كويس. ليه الداله دي؟ اهو لين البسط اهو ناقص مين ايه؟ المقام اهو لغايه دلوقتي كده مظبوط؟ طيب لين ايه في بي؟ صح كده؟ يبقى هيساوي واحد على سبعه افتح قوس تبقى لين اكس زائد واحد لكل تبعيد زائد لين اكس تربيع زائد اكس زائد ثلاثه لكل تبعيد. حد عنده مشكلة دي؟ طيب ناقص لين ساين اكس ناقص لين سيش اس 4 اكس صح كده يا جماعة؟ زائد مش في ناقص هنا؟ يعني انت خلي الجزء ده موجود وتكتب لين ده زائد ده ومدخل احنا تعبنا كده عاوزين الفاضل ده كل ده فين وان؟ احنا لسه ما دخلناش في الفاضل. فاضل كده الطرف الشمال هيساوي ايه؟ واي داش على مين؟ واي داش على مين؟ طيب تفاضل دي دالة اليمين مش بيساوي واحد على الدالة؟ واحد على سبعة ده مضروب في كله ماشي؟ طيب ليه اكس زي واحد لكل تبعيد؟ ادي واحد على ده تفاضل الدالة دي ايه يا جماعة؟ ثلاثة في التفاضل ما بين داخل القوس اللي هو واحد خلاص صح كده؟ طيب زائد واحد على سبعة تفاضل دي ها واحد على ايه؟ على الدالة في تفاضل الداله باين ايه؟ خلصت ولا لسه؟ تديني اكس زائد الله عليك خلصت؟ خش على اللي بعدها سالب واحد على سبعه ليه ساين اكس؟ كوزين على ساين الله ايه الشغل ده؟ وبعدين سالب واحد على سبعه ليه سيش أس 4؟ أدي سيش أس 4 تفاضل سيش أس 4 بيساوي إيه؟ 4 صح؟ سيش أس في مين؟ السيش في إيه؟ بيساوي سيش تانش صح؟ بيخلي دي زائد بقى تبقى سيش مين؟ تانش صح؟ تقوم الواي داش دي بقى تساوي ايه؟ واي في الدالة الكبيرة بس مسألة سهلة بس اتكبر بقى Gracias.